يختم الآيات بقوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. قال جل جلاله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. احذروا الربا وطهروا الأموال لتنزل البركات والرحمات. الأمر مش محتاج توجيه من أحد يا أخي. أنت قلبك أنت معك ترمومتر دقيق قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك. أنت صدرك تعبان انت الان لان انت جواك واعظ جميل يذكرك واعظ الله في قلب كل مسلم من رحمة الله علينا. والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. ما تقوليش لا ده انا افتاني محمد حسن بكذا. لا يا اخي اضرب بفتواي عرض الحائط ان كانت تخالف كلام ربك وكلام نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ملاش أي قيمة ملاش أي لزمة. أنت قلبك بيقولك إيه صدرك بيقولك إيه. يلا بسرعة عجل طهر المال والله العظيم ستنزل البركة وسيبارك الله عز وجل لك في امرأتك وفي أولادك وفي عملك وفي صحتك وفي عافيتك وفي كل ما بين يديك. خلي بالك من أكل الحرام. نعمل نقول يا رب ما فيش فايدة. ليه يا أخوانا؟ أكل الحرام أكل الربا أكل أموال اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسأصلون سعيرة. مساجد عمل نشكو إلى الله وندرع إلى الله ونبكي ونتذلل. كثير من الناس فتن بالقضية دي مفتون. الله يقول لك ما فيش واحد فيكم صالح ما فيش واحد في الجموع دي صالح ربنا يتقبل منه. ما هو رب العزة قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صحيح الصالحون موجودون في الأمة لكن الصالحين يركبون مع غير الصالحين سفينة واحدة. إن نجت السفينة نجى الصالحون مع غير الصالحين وإن غرقت السفينة غرق الصالحون مع الطالحين. الكل سيغرق والكل سينجو ثم بعد ذلك يبعث كل على نيته. يؤاخذ الله تبارك وتعالى ويعاقب الطالح ويجزي الصالح ويجزي الصالح. يبعثون على نيتهم كما قال الصادق وكما في صحيح البخاري من حديث عائشة ونقف عنده بالتفصيل إن شاء الله تعالى. لكن نحن جميعا نركب سفينة واحدة. طب الدعاء هي قضية الحرام والحديث اللي أنا ذكرته ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال أمن حلال أم من حرام. الربا من أبشع هذه الصور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم وسنن الترمذي وابي داود وابن ماجه وغيرهم يقول لعن رسول الله آكل الربا. أعوذ بالله ملعون على لسان الصادق. لعن رسول الله آكل الربا هو لوحده لا وموكله وشاهديه وكاتبه. الحديث في صحيح مسلم لعن رسول الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه.
بل وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني بسند صحيح من حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: درهم ربا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، شايف القيد النبوي الجميل، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. ده رعب، ده رعب، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام خطير. عم يقول يا رب يا رب يا رب، فلسطين، العراق، الشيشان، أفغانستان، الأمة، يا رب. قضية الدعاء إخواننا، اسمع النبي ماذا قال، والحديث راه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. الله، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ عرفت السر فين؟ في أكل الحلال، في البعد عن الحرام. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وجنبنا الحرام، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. كثير من إخواننا لا يبالي، لا يبالي، المهم يحصل. تبدي رشوة، كبر دماغك مولانا، تعيش في زمن الصحابة ولا ايه؟ كل اللي حواليك بيقبل وهكذا. طب هذا المال حرام، ده أموال يتامى، هذا المال حرام ربا، هذا المال حرام سرقة، هذا المال حرام غش. كبر دماغك عم الشيخ. وهكذا أصبح كثير من الناس لا يبالون. وقضية الدعاء اللي احنا عمالين نتضرع إلى الله في الليل والنهار، هذا هو سببها، هذا هو سببها. يا سعد، وإن كان في سند الرواية ضعف، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والحديث ذكرته في صحيح مسلم. خلي بال حضرتك كده معايا في آيات أواخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. خلي بال حضرتك وعد معايا كده: ربنا، أول واحدة ربنا، دعاء ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. خلي بال حضرتك من القرآن: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. يا الله، ما قالش فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. انت خدت بال حضرتك من اللطيفة القرآنية دي؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، مش دعوة داع. طب ممكن يا عم الشيخ اللي أكل الربا قبل كده يتوب؟ يتوب، له رأس ماله، ويجدد التوبة والأوبة، والله سبحانه وتعالى يقبل منه ويغفر له
فيش مخلوق على وجه الأرض يستطيع أن يغلق باب التوبة في وجهك أبدا. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. واستغفر الله جل وعلا واعمل صالحة وتصدق وطهر هذا المال، والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك وأوبتك. ومن العلامات الخطيرة أيضا كثرة شرب الخمر وتسمية الخمر بغير اسمها. يا الله، دي لطيفة نبوية عجيبة. الخمر الخمر كانت موجودة قبل الإسلام وشربها المسلمون قبل أن تحرم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تقدم كالماء، ثم حرمها الإسلام وحرمها القرآن. لكن اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. دي هنتكلم عنها بكرة إن شاء الله تعالى. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا يكثر، تكلمت عنها، ويشرب الخمر. هذه رواية أنس في الصحيحين. خذ رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، ورواها أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه، ورواها أيضا الإمام البخاري في التاريخ من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. ما تصلي على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. يعني سبحان الله، كلام يملأ قلب المؤمن يقينا وتصديقا للنبي الذي لا ينطق عن الهوى. عمر الخمر ما سميت بغير اسمها إلا في هذا العصر. الخمر معروف إنها الآن بتسمى بالمشروبات الروحية، مشروبات روحية هكذا تسمى الخمر. ليشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، تضليل وتلبيس وخداع. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والتابعون لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه، واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال. حاشا رسول الله يحكم بالهوى، تلك حكومة الضلال. دي خمر. لا يا شيخ، دي مشروبات روحية، تتحرم ليه؟ ده خنزير. أيوة يا سيدي، ما أنا مش مختلف معاك، بس الخنزير اللي حرم كان خنزيرا مريضا موبوءا مبتلا بالأمراض. أما الخنازير اليوم فهي تربى تحت العناية الطبية والرعاية الصحية، تحرموها ليه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. احتالوا على حرام الله بالإحلال إلا من رحم ربي جل وعلا. فانظر إلى هذه الكلمات التي هي من